متر نجيب ليان موجود معنا اليوم. ليان فاونديشن رح نتعرف عليها بالتفصيل وقدي عم تقدر تساعد على الأرض. متر ليان أهلا وسهلا فيك. أهلا خليكي كاتيا. يعني حضرتك محامي كاتب فرانكوفوني وناشط على الأرض اجتماعيا. ليان فاونديشن شو عم تعمل حاليا على الأرض وشو هدفها؟ لكن ليان فاونديشن تأسست سنة 2007 لغاية محددة. هي كانت مساعدة مرضى السرطان بعد ما صار في بعض الحوادث حوالينا وأصحابنا. يعني منها مجموعة أصحاب كنا نهار عم نبكي على صديق لنا. أول فترة تعذبنا كتير، لا من 4 سنين قدرنا نمضي بروتوكولات مع مؤسسات مانحة في الولايات المتحدة وفي أوروبا، والحمد لله هلأ عنا 3800 مريض. ياريت بقله بس للأسف عم يكتروا والحاجات كبيرة. عم نقدر نساعدهم شهريا بمساهمة جزئية بحق الدواء. المرض موجود، يعني ما في مهرب منه، المهم المساندة تكون موجودة. صح. وهذا اللي عم تشتغلوه على الأرض. كنا عم نحكي شوي قبل الهواء عم تقولي أنه المساعدات عادة هي من الخارج، نسبة كبيرة هي من الخارج، من اللبنانيين بالخارج؟ أغلبيتها لا، مش من اللبنانيين. في يعني الدونر عادة مش دول، في يا مؤسسات يا أشخاص، وأغلبيتهم بحبوا ما ينذكروا يعني. في عندنا بعض الأشخاص بلبنان عطت من كل قلبها، كمان بحبوا ما ينذكروا. هالإيفنت بالتحديد شو هدفه؟ لكن في كتير حالات عم نواجهها مش عم نقدر نغطيها. وما فينا نفوت بموديل شغل ما فيه استمرارية. دونك قررنا من تقريبا 9 أشهر نعمل شيء اسمه فون دو برودكسيون، بيدجي للإنتاج. وعملنا أول إيفنت إذا بدي كان بشهر شباط، ومرقنا على الام تي في كرماله، يلي هو كان بيتر بان، مسرحية جاي من فرنسا ولقى نجاح كتير. وعملنا إيفنت تاني كمان هو كان فان داي. هلا الإيفنت هيدا كمان غايته الفند ريزينج. الفند ريزينج تبعنا دايما موجه للأطفال، ودايما بده يكون من ضمن إطار ثقافي. يعني ما بنعرف نعمل فند ريزينج أعشية وأهدي وندق أبواب. دونك القرار كان اعملوا هالفوند دو برودكسيون للاولاد بحركات ثقافيه 26 27 الشهر بالفوروم دو بيروت. الايفنت مقسم لاربع اقسام اذا بدك. هو للاولاد وللمراهقين. نعم. يعني لعمر 18 20 حتى من عمر السنتين ثلاثه. في اول شقفه هي الكيدز سكشن، في مشارك معنا كيدز موندو يلي هو رح يهتموا بترفيه الأولاد. الشقفة الثانية هي سوق الأكل يلي فيه نيجو، في كل شيء رح يكون موجود ما عدا الألكول. لا مش لأنه ضد الألكول، لأنه الإيفنت للأولاد. الشقفة الثالثة هي الكونسرتس، يعني أول نهار رح يكون في غنوة للأولاد، ثاني نهار في أنتوني توما، وثالث نهار يعني 28 الشهر رح يكون في دانيل صايغ البيركوسيون. وثلاثتهم أشهر من أن يعرفوا. نشكرهم على مشاركتهم، وأكيد نشكر السبونسرز كمان يلي ساعدونا. هلا الشقفة الرابعة يلي بالنسبة إلي هي الأهم، هي مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية. يعني فتحنا مساحة لجمعيات أهلية مش كلها بتتعاطى بالسرطان، بتتعاطى بغير أمور، تتعرف على حالها للأشخاص يلي رح يجوا. والأهم من هيك رح يكون في قوى الأمن الداخلي يلي هي رح عم تعمل توعية للأولاد على كيفية استعمال الإنترنت والمخاطر الناتجة عن هالشيء. وهيدي مشكورين لأنه عم بيقوموا بعمل جبار، لأنه قوى الأمن مش بس نلقط واحد نحطه
بالحبس لا عندهم prevention role كتير إذا نشاط توعوي ثقافة فني صح. ترفيهي بنفس صح. الوقت ترفيهي الدخولية ب 15,000 ليرة منا يعني ما بتكسر حدا كل المردود رايح لمساعدة مرضى السرطان وهون بدي أشكر تحديدا سفيرتنا يلي هي نادين سابا مين ما بيعرف شو صار لها قصتها لنادين ونادين قدرت تنتصر على المرض ونادين اجت معنا تساعدنا وتساعد المرضى اللي معنا يقدروا ينتصروا على المرض بس يا اخوان تنقدر ننتصر على المرض بدنا مصاري ما في يعني ما فينا نجي من العدم العلاج مكلف جدا الدواء مكلف جدا المستشفيات كل هالشيء عم نعمل قد ما فينا كان عندنا بادجت كثير مهم السنه يعني اللي اجينا من برا لا يستهان فيه عده ملايين دولارات اجتنا بس الحاجات اكبر بكثير من اللي نحن نقطه ببحر وبدي اشكر كمان الجمعيات الاهليه اللي كمان عم تهتم بالسرطان بس بغير طريقه ورح يكون عندنا ابتداء من 2020 عملنا بروجرام جديد وهيدا رح يكون سستينبل على المدى الطويل اللي هو البيشنت اسيستنس رح نقدر نساعد المرضى ببيوتها كمان فري اوف تشارج نرجع بنحكي عن الموضوع بس خلينا نشوف شهادة نادين سابا انا نادين سابا كنت مذيعة على اكثر من 20 سنة عشت باحلى بلاد العالم وكنت مفتكرة اني بملك الدنيا لوقت ما اجا وسرقني سرقني من عائلتي من اهلي من شغلي واتفل اخذ معه قطعة مني تركت له صوتي اماني لعله انا مخسرت انا ربحت فور هوب فيستيفال باي ليان فاونديشن ب 26 27 28 تموز بالفورم دو بيروت لدعم مرضى السرطان الله يخليك يا نادين تحية لكل الأشخاص اللي عم يناضلوا يعني بهالإطار والأشخاص كمان اللي عم بيساندون كان ماديا أو معنويا أو كل الجمعيات مثل ما قلت اللي عم تكون مساندة فإذا الموعد 26 27 و28 بالفورم دبي من الساعة 4 والافتتاح رح يكون برعاية وزير الشؤون الاجتماعية مش وزير السياحة ولا قصدنا وزير الشؤون الاجتماعية لأنه هو المعني الأكبر بالموضوع الساعة 5 أول نهار لكن فور هوب فيستيفال اسم على مسمى كل الناس مدعوة أنها تكون موجودة بهالإيفنت لأنه إيفنت حلو لأنه إيفنت توعوي أو لأنه الشباب والصبايا صغار رح يكونوا مبسوطين لا رح يتسلوا رح ينبسطوا يعني مش بس خلينا شوي نحكي على شغلكم على الأرض أنتم ماديا بتساعدوا هالأشخاص كيف علاقتكم معهم وكيف بيتصلوا فيكم أو بيصلوا لكم لكن كلهم بيجونا بواسطة الأونكولوج الحكمة عارفين بالمؤسسة والبروغرامات اللي عم نعملها هي أحسن وسيلة اتصال وفي كمان بواسطة السوشيال ميديا يعني مفتوحين على هالشي بس بحب أقول شغله كمان إنه كل يلي عم بينظموا الإيفنت ما حدا قبل يقبض أجره كامل يعني يا أما عم يقبض نص أجره يا في ناس عم تشتغل بلاش كمساهمة بهال غير أعضاء الجمعية اللي هن كمان متطوعين كلهم متطوعين ما حدا بيقبض فرنك يعني إحنا بيجينا 100 دولار ندفع 100 دولار نصرفها كلها يعني اخر السنه البادجت تبعنا دائما صفر صار له 7 سنين متر نجيب لين اهلا وسهلا فيك ليان فاونديشن اكيد شغله على الارض مهمه كثير المسانده ضروريه جدا نحن كمان نشكر كل اللي عم يدعموكم بس كمان بنعرف كثير منيح انه بحاجه دائما لدعم اكبر لانه مثل ما عم بتقول الكلفه هي كثير كبيره ولكن العلاجات موجوده ما بيسوى تكون الماده هي العائق شكرا لك الله يخليك ميرسي كثير وقفي ونرجع نتابع لايف